انتخبت السيدة نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة للمجلس الجماعي للدار البيضاء، وحصلت الرميلي خلال جلسة انتخاب أعضاء المجلس التي جرت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات على ثقة 105 أعضاء من أصل 131 عضوا، بينما حصل المرشح الثاني عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية على 18 صوتا. بتكوين هذا المجلس ننتظر أن يكون عمل متجانس، عمل مبني على تحمل المسؤولية، والعمل مبني على يعني استكمال الأوراق. انتظارات المواطنين اليوم بيضاويين عديدة وعديدة جدا. ننتظر الكثير من هذا المكتب ديال مجلس مدينة الدار البيضاء. الساكنة تنتظر تغيرات كثيرة مدينة الدار البيضاء كالمدينة الذكية، وكذلك البرامج اللي هي الأوراش الكبرى ديال مدينة الدار البيضاء، وكذلك الاستثمارات إلى آخره. كما تم بالمناسبة انتخاب النواب العشر لرئيسة المجلس، وجميعهم ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال. وبانتخاب السيدة نبيلة الرميلي عمدة للحاضرة الاقتصادية للمملكة وباقي أعضاء مكتب المجلس الجماعي للمدينة، يسدل الستار عن هذا المسلسل الانتخابي الذي أفرز وجوها جديدة تنتظر منها الساكنة الشيء الكثير للنهوض بالتنمية المحلية. جواد تويول، M24، الدار البيضاء.